طب في ملف كمان تم تناوله النهارده مع سيادة رئيس الوزراء، وهو الملف الخاص بالتصالح في مخالفات البناء واشتراطات البناء الجديدة. قولي عدد طلبات التصالح كام يا فندم في مخالفات البناء حتى الآن، وهل في نية لمد فترة التصالح بعد انتهاء الشهر الحالي أم لا؟ يعني احنا وصلنا حتى الآن ل 2,400,000 طلب للتصالح، ولا تزال طبعا الفرصة متاحة لمزيد من الطلبات حتى نهاية هذا الشهر. بنهاية هذا الشهر 30 نوفمبر ينتهي المد الثاني الذي قرره رئيس الوزراء لتلقي طلبات التصالح. حتى الآن لا توجد أي نية لمزيد من المد، فبنناشد الجميع من لم يتقدم حتى الآن بأن يبادر بالتقدم ليحمي نفسه من ويحمي أسرته ويحمي منزله أو الوحدة السكنية اللي هو مقيم فيها من تطبيق العقوبة في حالة عدم التصالح. حتى 30 نوفمبر لا تزال هناك فرصة للتقدم بمزيد من الطلبة. طب أبرز الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال بقى الفترة اللي جاية إيه هي؟ ده طبعا كان اجتماع منفصل يعني أو جزء من الاجتماع الخاص بالمحافظين، جزء منفصل تم تخصيصه لشرح هذه الضوابط الجديدة. دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان شرح هذه الضوابط للسادة المحافظين، وتلقينا منهم يعني تعليقاتهم وكل ما ملاحظاتهم على ما تم عرضه. الفترة القادمة الأيام القليلة القادمة سيتم العرض على السيد الرئيس، يليها إقرار هذه الاشتراطات من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمران. هي كلها اشتراطات فنية تتعلق بعدد الأدوار اللي هيكون مسموح بها في كل منطقة، هل هناك مناطق لن يتم السماح فيها أو سيتم إيقاف البناء لأغراض السكن وتخصيصها أو السماح بالبناء لأغراض أخرى غير سكنية، أغراض تجارية أو أغراض إدارية. كل هذه التفاصيل سيشملها القرار، لكن خلينا نطمن الجميع ان القرار حظر البناء هينتهي باكر، مش هيكون في مد للحظر، لكن لن يتم السماح ايضا باستئناف الحركه حتى صدور هذه الاشتراطات الجديده. هتصدر امتى هذه الاشتراطات؟ ان شاء الله نتوقع خلال ايام قليله، ربما الاسبوع الاول من ديسمبر تصدر هذه الاشتراطات الجديده وتعاد حركه البناء مره اخرى لمن يريد ان يحصل على ترخيص جديد او حتى استكمال بناء لترخيص صدر من قبل. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، شكرا ليك.